كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى القبائل التي تأتي إلى الحج الوفود ويعرض عليهم الإسلام. نبي صلى الله عليه وسلم قد تتعين 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 لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأوس والخزرج، هؤلاء الأنصار هم من الأوس والخزرج، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام. نبي صلى الله عليه وسلم بان جوب لو بيد قد جن تو دعوة رقا تو بمحا إسلام نقنو نتام بطا قل سبوان نن كي قد بان جوب قل سبوان شموح أو الخزراج هاي نن أوز دا جي قل سبوان بو أنصار دا الموك بي مدينة المنورة. اختارهم الله سبحانه وتعالى لنصرة هذا الدين. الله سبحانه وتعالى بان ترهره قل سبوان بيني أوي تبو جي نئ جوي تدا ساسنا يا رب أبرو. رجعوا إلى المدينة وكيف أن طلاب كان مدينة وبدأ الإسلام ينتشر إسلام كبان جبدا بريك ريدان. ثم رجعوا العام الثاني إلى الحج رأي ما بوكي كبان رلاب طو مكة نقنم شنين بطار. اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بوكي كبان تجوب النبي صلى الله عليه وسلم داوي بان سبس ما يتاين تاين نبي صلى الله عليه وسلم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته وكمان سبورت ماي نتايتان نبي نين ដោយ ការ សន្យា ថា នឹង ជួយ نبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الناس يهاجروا من مكة إلى المدينة منو كمان ចាប់ដើម ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ទី លំនៅ ពី مكة ទៅ កាន់ مدينة. وأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، فهاجر عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نبي صلى الله عليه وسلم ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅពីមក្កាទៅកាន់មឌីណាដោយពេលនោះគាត់បានធ្វើដំណើរផ្លាស់ទីលំនៅនោះគឺជាមួយនឹងអាប៊ីបកររស៊ីឌីករ៉ាឌីអល់ឡោះអាន់.